بسبب احتياجات المنطقة وجود عدد كبير من مرضى القصور الكلوي، ارتأت هيئة الصحة بتقديم مشروع للإدارة الذاتية لخدمة هؤلاء المرضى. والمشروع كان فتح مركز غسيل كلى. تم تقديم الدراسة وتم تمت الموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة. المركز يتم تقديم الخدمات في مجال غسيل الكلية. لدينا 8 أجهزة غسيل كلية في المركز، يعني نستطيع تقديم الخدمات لـ8 مرضى دفعة واحدة. هناك مركز آخر بمدينة القامشلي، وهو في مشفى الشعب للنظام السوري الذي لا يستطيع فئة من الشعب لدخول هذا المركز بسبب الوضع الأمني الموجود بالمنطقة. لذلك اضطرينا لفتح هذا المركز بمنطقة القامشلي لتغطية حاجة هذه المرضى. والمركز هو مجهز بـ6 أجهزة مع كادر طبي مختص من أخصائي لمرضى الكلية والقولون، وكادر تمريضي وصيدلة ومخبر. طبعا كان من خطط الإدارة بتوفير أو بفتح مراكز لغسيل الكلية نظرا لنقص هذه الخدمات في مدينة القامشلي، وخاصة مع وجود مركز في المشفى الوطني في قامشلي الذي يسيطر عليه النظام وتحكمه، وعدم قدرة المصابين بأمراض الكلى بالوصول إلى هذا المركز لمخاوف أمنية وتحكم وسيطرة النظام. لذلك كان الإدارة خطة بفتح مركز غسيل الكلى في قامشلي الذي سوف يقدم جميع الخدمات بشكل مجاني للمرضى. المركز مجهز بأهم الأجهزة الحديثة والكادر الطبي والفني.